إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم عند قناة بهيجة. أنا بهيجة، مرحبا بكم عند قناة بهيجة. أنا غنوجد لكم اليوم بالبولة ديال الشعير، معروفة بالبولة ديال الشعير، بلدي ديال الشعير بلدي. غنوجدو لكم بالحبوب مسخنة في هذا البرد، حبوب مسخنة ومعها زيت العود، ومعها غنوجدو لكم المقادير. المقادير هي جوج كيسان ديال العنبة ديال البولة ديال الشعير، كاس ديال العنبة ديال زيت العود، شوية ديال البزار، شوية ديال الكمون البلدي، شوية ديال الحلبة. وهاد العشوب هما اللي قلت لكم كتكون مخلطة فيها جنجلان، نافع داك سميتها حبرشاد، سميتو شانوج. هادشي كله هادوك يكونوا هاد الحبوب مسخنة في هاد البرد. وعندنا الملحة، وعندنا البصلة الخضارية، البصلة الخضارية هي زوينة منفعة. والزعتر، هاد الزعتر غنديرو حتى يقرب الطيب، عاد غنديروه الكمون، والكمون حتى كتقرب الطيب عاد غنديروها. دوكا غنوريكم كيفاش كنديرو المقادير. غنديرو هاد الكيسان ديال جوج، وخا كتشوفهم جوج كيسان راه كيزيدو تبارك الله، كيوليو كتار، تولي تبارك الله طنجرة. كديري هاد جوج كيسان كتغسليهم بالماء بارد، تغسليهم بغسلة وحدة، وغنقيين ومزيانين، كتغسليهم بغسلة وحدة بالماء بارد، تيولي الماء كيفوق منهم، وتغسليهم مزيان وتصفيهم من هاد الشوائب، صافي، وتحركيهم حتى يدخل فيهم كل الماء، صافي. وغنصفيهم، من غنصفيهم غادي نمشيو معاكم وغنطيبو معاكم هاد الحسوبة كيفاش غنطيبو للدريات المبتدئات. بسم الله الرحمن الرحيم. دوكا يا هاد الماء خاصو يكون مغلي، عاد نديرو البلبولة اللي غسلنا ديال الشعير، معمرك ما تلحوها في الماء بارد. كاين بعض الناس كيديروها في الماء بارد كتكنزلي وما كطيبش، ديرها في الماء في الماء طيب، رميوها في الماء طيب باش تجي ملابقة وطيبة على حقها وطريقة. يكون مغليان بحال هكايا، ترميو البلبولة ديال الشعير ديالكم، تكون غسلتوها بالماء بارد وصفيتوها. هاد البلبولة ديال الشعير كتجي زوينة. دوكا هاد جوج كيسان غادي يعطيو، غادي يعطيو مزيان، صافي. ملي كنديرو عليها نص كاس تاع زيت العود، ونخليو نص كاس للخر. كنديرو هاد البصيلة ديالنا ديال الخضارية اللي قلت لكم، راه مزيانة هي كتطلق، كتعطي البنة في هاد الحسوة ديالتنا ديال الشعير. كنديرو عواشق تاع الملحة، كنديرو عواشق تاع البزار، عواشق صغيرة تاع البزار. كنديرو دوك العشوب اللي قلنا قلت لكم، العشوب ديال اللي مخلطينها هومايا، فيهم كلشي العشوب، حبرشاد، نافع، كلشي. هادشي كي دايرين، كديري واحد العاشق جوج عواشق باش كتلقاو هاد البنة ديال هاد الحسوة. وهاد الحسوة راه كتليق حتى النفيسة، النفيسة حتى هي كيديروها ليها فين تكون نافسة، واحد العواشق تاع الحلبة كيديروها حتى النفيسة، يديروها ليها ملي كتكون يلاه ولدات، كيديروها لها كتشرب شي جبيبينية ولا جوج مزيان. وغندير فين غطيب غندوروها بالحليب، ضروري غندوروها بالحليب. دوكا نخليوها طيب في هاد العشوب اللي درنا. اما بالنسبه للزعتر، الزعتر والكمون، حتى تقرب الطيب على نديرو الزعتر والكمون. دوكا نخليها طيب شويه تغلي، ها هي كتغلى كطيب. هاي الحسوه ديالتنا سالكة طيب، داك العشوب اللي درنا معاها حتى دخلو وطيب مزيان، درنا لها الماء الكافي ديالها باش كطيب. ها انت دوك جوج كيسان تاع البلبوله راه كيزيدو
كيولي هاد طنجة كتولي فيها تبارك الله هي كريمة. هاد البلبولة ديال الشعير كتكون كريمة، كلشي الناس يشرب فيها، وزوينة وسخونة في هاد البرد. يا حب رشاد، الشانوج، زريعة الكتان، جنجلان نافع، كلشي الحبوب كلشي كاينة فيها. دوكا غتبقى طيب حتى كتشرب البلول ديالها، عاد غنزيدو ليها الزعتر، ونزيدو ليها الكمون، ونزيدو ليها الملح الا خاصة الملح. ملي تبغي تقرب طيب تولي شادة في المغرفة، مادام باقي ما شاداش في المغرفة راه باقا ما طابتش، المغرفة كتولي بيضة لونها بيض، عاد كطيب. هاهي الدرية دوكا هي قربت طيب، كتولي تلاصقة في المغرفة، هاهي كتولي كتلصق في المغرفة، هاهي كتولي كالعصيدة. هي شربات ولكن راه باقا خاصة واحد الشوية، غادي نشوفها شربات، غنزيدوها شوية الما طايب باش طيب فيه واحد شي دقيقة ولا جوج، وعاد نزيدوها الحليب. هيا تبارك الله شحال زادت، صافي كنخليوها شوية طيب، عاد نزيدو فيها الزعتر والكمون وشوية زيت العود، ونديرو فيها الحليب. هي راه ساهلة تبارك الله الدرية تاهي. الدرية طابت، ملي كتشوفوها تلقات واحد الرغوة بيضاء عفوها طابت. احنا شربت تاني من وراكم، ودت شويه الماء تاني باش طيب فيه، ودوكا ها هي طابت، وغنخليوها بحال هكايا باش غادي نزيدو الزعتر ونزيدو الكمون، نزيدو واحد العواشق ديال الكمون باش يطلق القلب لنا ديالتو. الزعتر كنحكوه بين يدينا باش يطلق هذيك البنه. خاص الملح حتى هو، غنزيدو الملح وغنكبو الحليب. غنزيدو شويه الملح، وغنزيدو شويه زيت العود، ونخليو زيت العود للتقديم ملي بغا نحطهم في الجبابين. دوك الدريات هاد الحسوه اللي درت ليكم راه مزيانه لهاد البرد، ومزيانه للنفيسات. حنا كنديروها النفيسات كيبقى ملي كيكونوا يلاه يولدوا، كنديروها ليهم باش يجيهم الحليب، رضعوا وليداتهم ينوضوا بالصحه والسلامه، ينوضوا تبارك الله. عطيتها لكم البنات اللي ما عارفينش هاد المنافع ديال هاد الحسوه. هاد الحسوه ديال البلبوله ديال الشعير صحيه، وفيها هاد الحبوب اللي قلت لكم ديال الاعشاب، راه صحيه وسخونه بهاد البرد وزوينه. الا بغيتوا تفطروا بها ديروها مع العشيه، مع اللي طيبوها وطفيو عليها غد الصباح، عاد غتلقاوها تزادت. غتزيدوها الماء طايب وغادي تسخنوها، غتزيدوها الماء طايب وغتسخنوها وتشربوها بالصحة والسلامة. باغا نزيدو الحليب، نساطو ديال الحليب، تقدرو ديرو كتر من نساطو، تقدرو ديري تا إيطو ديال الحليب على حسب كل واحد والمقدرة ديالو. حنا درنا نساطو ديال الحليب، كاين يدير تايطو ديال الحليب، يخليها شوية تشرب البلول ديالها، وديروه تزيدو الحليب. دوكا حنا درنا نساطو ديال الحليب، غتغلي وغتفيض هاد الحليب، غادي يفيض، وغنرجعو ليكم التقديم إن شاء الله. وما تنساوناش من أبوني ومن لايك، وما تنساوناش من تعليقاتكم، ولا كنتو بغيتو شي حاجة في قناة بهيجة لالا بهيجة غنديرها ليكم. اي حاجه بغيتوها طلبوها مني في التعليقات، غنديرها لكم، موجوده لكم كاع الماكله اللي كتكونوا ديال امهاتكم اللي بعيده عليها امها وغتسولها. مرحبا 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 بكم، وبصحتكم. هذه الحسوه ديروها بالصحه وبالسلامه، وتاكلوها بالصحه والعافيه. ها هي الدريات ميه دات الفايده ديال الحليب، صافي غنطفيو عليها، صافي غنطفيو عليها وغنقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه. هذا هي الحسوه ديالتنا ديال العشوب، هي هذه ريحتها زوينه تبارك الله، مع داك الزعتر درنا حتى الاخر، وداك الكمون درنا حتى الاخر، وشي زيت العود والحليب تبارك الله، جات عن الزينات. بصحتكم ما شهيتكم فيها، بصحتكم وبراحتكم. داكشي اللي بغيتوه بنياتي انا كنقدمو لكم، اللي بغيتوه
مهم شو اللي عجبكم هذا الفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وابونيو وديروا لايك وكتبوا لي شي تعليق. ودوكا غادي نكمل لكم، نقدم لكم بصحتكم ومرحبا بكم عند قناه لاله بهيجه. غنديروا هاد الحسوه نكبوها ونزيدوا على شويه زيت العود وشويه الكمون، كله اشنو كيبغي. هذاك زيت العود اللي خليناه كنكبوه هنايا، اللي بغاه اللي ما بغاش شيء على خاطر كل واحد اشنو كيبغي. واحد شويه ديال الكمون حتى هويا، حط شويه الكمون من الفوق. هذه الحسوه ديالنا ديال العشوب، بالصحة وبالراحة بنياتي وبصحتكم بنياتي. هذه الحسوة ديالتنا بجوج كيسان ديال البلبولة ديال الشعير، أنا عطاتنا طنجرة كبيرة تبارك الله ياكلوا فيها أسرة كاملة. هذا بصحتكم وبراحتكم بنياتي. هذه الحسوة ديالنا ديال العشوب اللي ياكلوها النفيسات على البرد، على كل شيء اللي كيبغي. هذه الحسوة راها صحية، ونتمنى نكون رضيتكم وداك الشيء اللي بغيتو درتو لكم. وبسلامه عليكم ابنيتي، الفيديو الاخر ان شاء الله. الى اللقاء.